خلال جولة في عدد من المدارس النموذجية بولاية القصرين، أشار وزير التربية والتعليم ناجي جلول إلى ضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية الموجهة لأطفال المدارس الريفية. أولادنا تشوفهم متعطشين الثقافة، متعطشين التنشيط. فما ناس، أنا نحب نجاوبهم، فما ناس قالوا الشباب التونسي مائع وما يهتمش بالثقافة وما يهتمش بالمسرح وما يهتم كب الكورة. شفتوا الذكاء التونسي، نعرف نعطيهم محتوى ثقافي متميز، نعرف نمشيو لهم، نعرف نعملوا مجهود. هاك تشوفهم إقبال، الحب. احنا نحبوا نرجعوا بلادنا بتاع الثقافة.